اهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على اليوتيوب معكم رويدة ابو عيد ادعوكم للاشتراك في القناه عبر الضغط على سبسكرايب لتصلكم اشعارات تغطياتنا الاخباريه وبرامجنا اضافه الى التحقيقات الخاصه والوثائقيات الان مشاهدينا الى بلجيكا قصتنا هذه عن هذا الرجل الذي دفعه فضوله لمعرفة ماذا حب أفراد عائلته له بأن يخضعهم لاختبار متطرف بعض الشيء فما الذي فعله يا ترى؟ ديفيد بيرتن رجل بلجيكي يبلغ من العمر 45 عاما وهو صانع محتوى على منصة تيك توك هذا الرجل مشاهدين دبر مقلبا بالتعاون مع زوجته وأولاده لاختبار حب عائلته له فقام بتزييف جنازته وأشاع خبر وفاته لاكتشاف من يكترث لأمره ومن سيتاثر ومن سيحضر الجنازه اساسا. تحضيرات الترويج لخبر وفاته الكاذب بدا بنشر ابنته عبارات رثاء حزينه ومؤثره لوفاه والدها الراحل وبالفعل حضر الجنازه المزيفه عشرات الاصدقاء وافراد الاسره وهم يرتدون ملابس سوداء في انتظار بدء الحفل وفجاه هبطت مروحيه في المكان وهناك حدث ما لم يكن بحسبانهم اذ فوجئ الحاضرون بقفز الرجل الميت فجاه من المروحيه وهو يحيي المعزين قائلا تحياتي لكم جميعا مرحبا بكم في جنازتي لنتابع <applause> ظهور ديفيد مشاهدين اثار فرحه بعض الموجودين الذين عانقوه وهم يذرفون الدموع كما شاهدنا في حين لم يعجب المقلب عددا من مرتدي الجنازه ما اجبر الرجل الذي يتابعه 165 الف متابع على تيك توك على تفسير فعلته ديفيد برر مقلبه الذي يراه بعض الناس متطرفا بان افراد عائلته قليلا ما يتواصلون معه او الالتقاء به او دعوته الى اي حدث عائلي وان هذا الموقف كان درسا لقنه لمن لا يابه لامره من عائلته ولكنه كان ايضا فرصه لاعاده العلاقات مع بعض افرادها بعد انقطاع طويل وأثار المقلب الصادم تفاعلا واسعا على المنصات، خالد الضبعان مثلا يرى أن الرجل استدرج الناس وأهله ليذكروه بالخير وتابع: يذكر الناس بعضهم بالخير عند وفاة أحدهم فقط، فلو صارحوا الأموات بحسناتهم لما كنا لنرى اثنين متخاصمين في الدنيا، يقول خالد. في المقابل انتقد آخرون التسلية بوصفها بالفاجعة منهم توني تون التي رأت أن ما مرت به عائلته وأحباؤه تجربة مؤلمة وصفة صاحب المقلب بالمتلاعب بالعواطف